أنا مستغل الوضع طبيعي من غير إذن ولا تصاريح بالتنسيق مع جهات الدولة. أوكي. أي طبعًا هذه تعتبر مخالفة أي. من ناحيتنا في وزارة الكهرباء والماء حسب القانون 48 نعم. سنة 2005. أيضًا إخواننا بالهيئة كانوا معانا وعندهم مخالفات وفق قانون البيئة رقم أعتقد 96. نعم. استفسار عام أخوي أحمد إذا تسمحي. هو إذا حفر يعني هو أنا ظنيت أن أنتم شغلكم يخص إذا أحد باق ماي من البايبات مالت وزارة الكهرباء ولا باق كهرباء من الكيابل مالت وزارة الكهرباء، هذا قاعد حفر بالأرض وأخذ من مياه الأرض من التراب، شنو يعني هل المفروض كان يأخذ إذن قبلها ولا شنو المفروض يسوي؟ هو يفترض هو إحنا خلينا نقول واضحين بالبداية المادة 21 من الدستور الكويتي الثروات الطبيعية سواء الثروات الطبيعية في باطن الأرض المياه الغاز النفط هذه كلها ثروات طبيعية واجب على الدولة حمايتها، هذا واحد. نعم. إنزين النقطة الثانية عندنا قانون اللي هو 48 سنة 2005 المادة الرابعة بالتحديد تحدث إن كل من يقوم باستغلال المياه والكهرباء ما حددت كل من يقوم باستغلال دون أخذ الإذن والموافقات يعني عاد نطبق العقوبة عليه. نعم. هو يفترض في تقدم إلى وزارة الكهرباء والماء قطاع المشاريع المياه الجوية طبعا في حالة حصوله على الموافقة لا بأس طبعا أي. فيها موافقة طبعا مع الهيئة العامة للبيئة بالموضوع هذا. نعم. لكن الشخص مع جديد الأسف لم يحترم القوانين ولا القرارات قام بحفر آبار دون علم الوزارة جهات الدولة وهذه تصنف أنت قلت كلمة من ساعة. طيب هذه تصنف كسرقة. نعم. يعني احنا بالقانون عندنا المادة الرابعة هذه تصنف سرقة. نعم. استغل دون موافقة الدولة جهات الدولة. اي كميات كثيرة يا احمد طلع كميات كثيرة يعني طبعا هذا حسب المصادر والمعلومات اللي بعد التنسيق مع اخواننا بالهيئة المنطقة هذه تم بنائها من اكثر من 10 سنوات زين في محافظة الجهراء. طبعا البلاغ اللي حسب ما وصلنا ان من الكلام هذا من طبعا شوف كمية الماء كان يستغلها حسب كلامه والدعاء يقول اسقي فيها زرع وما زرع. أي. طيب انت الدولة اعطتك مياه صوفيه عفوا مياه عذبة تستغلها ممكن تسقي فيها. أي. طيب تروح بالجهة الاخر بالاتجاه الاخر تحايل وتحفر آبار ارتوازية تشكل خطر على الثروات الطبيعية ودون علم جهات الدولة هذا اللي غير مقبول فهمت. عندنا. فهمت. اي فكان المفروض هذا... ياخذ اذن ويطلع رخصة من اجل انه يقوم في حفر البئر الارتوازي عنده. نعم وهذه من الحالات النادرة جدا ترى السكن الخاص اي انا عشان كذي قاعد اسال لان اول مرة اسمع بهالقصة. اي هي تصير ولكن أي. في نطاق ضيق جدا احنا دائما متعودين نشوف المساحة الصحراوية الزراعية ممكن تحفر بئر بعد ما اخذ الموافقة. أي. اما بسكن خاص بيت يعني وتقوم تحفر قدام الناس تجيب معداتك وتحفر تلوث الماي والتربة طبعا هذا تشكل خطر وما صحيح. تدري اصلا عمق المياه احنا عندنا بالنسبه للستاندرد مال حفر الابار بالنسبه للكويت من 5 امتار تصل الى 100 متر أي. فهذه كلها تشكل خطر على الثروه الطبيعيه الماي اي فالحمد لله قمنا بدورنا نفذنا المحاضر عليه برافو. ونفذت الهيئه اخوان بالهيئه مشكورين نفذوا المحاضر ووقع اليوم حسب ما فهمت انه وقع التعهد بانه راح يتحمل جميع التكاليف من ردم البئر طبعا بالشركات المعتمدة لوزارة الكهرباء والماء يعني ما يجيب لي مقاول من برا الشارع يدفن لا كيفه برافو. برافو تم توقيعه على تعهد عندنا شركات مواصفات وجودة عالية ومتعددة علشان ما يضر الأرض قاعد يردمها مو اي باكر ما تدري انت ايش راح يحذف سمنت ولا تراب ولا تكرم مواد ثانية تشكل خطر وصحي على الأبر الجوفية صحيح صحيح. فهني طبعا راح يتحمل التكلفة والله يعينه على التكلفة مع الشركة هذه والله برافو عليكم أحمد الله يعطيكم العافية أخوي أحمد الله الشمري تغطية الغضائية خدمتكم إن شاء الله الله يسلمك خليك على تواصل ويانا عاد إن شاء الله بإذن الله قواكم مع السلامة مع الله أهلا